احنا بنقول محاصصه الحكومه وما شابه ذلك، هو هذا احد انواع المحاصصه. يعني اليوم الاقالات اللي صارت على التيار، بالتالي احنا التيار طبعا هو انسحاب من الحكومه كان مو امر مجبر، كان هو يعني امر هم اللي طالبين هذا الشيء، لكن هذا نوع من المحاصصه. يعني اليوم احنا للاسف اكو امر كلش مهم، يا حكومه تجي الحكومه العراقيه تلعن الحكومه اللي قبلها، بالتالي هذه الاقالات وما شابه ذلك حتى وان كانت غير مقصوده، لكن انه شاف انه جميع الدوائر الدوله والمدراء العامين هم من التيار الصدري، فهذه نوع من المحاصصه، بالتالي ايضا القادمين ايضا راح يكونون نوعا ما من الاطار، او بالمجمل يكونون انه 90% هم من الاطار، فبالتالي هذه الحكومه المحاصصه احنا للاسف نعاني منها من 2003 وحتى قبل 2003 الى يومنا هذا، حكومه محاصصه، حكومه تجي تلعن الحكومه قبلها وما شابه ذلك، ومستمرين بهذا النهج للاسف.